بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جلو لينكس. معكم عبد المجيب. بكلمكم اليوم عن توزيعات اوبن زوزا. اوكي اوبن زوزا اللي هي الستار الاخير اللي متواجد الحين اللي هو 13.2. اوكي التوزيع هذه فيه اشياء كثيره، ولكن بالتوزيع هذه حسب اللي زي ما تقول الويكي اللي شفته عندهم انه ركزوا على موضوع الاستقرار والشغلات هذه اكثر من انه يكون فيه شكل جديد او برمجيات جديده، ولكن هذا ما يعني انه ما فيه يعني ادوات جديده. انا ما راح اتكلم بهذا الفيديو او هذا الدرس عن وش اصدارت البرنامج هذا، لكن بتكلم عن وش الجديد من ناحيه الاداء في الاوبن زوزا، نظرا لان اصدارات البرامج متغيره واغلبكم يعرفها، ولكن حتى تكون بالصوره. اوكي في اشياء اساسيه بالتوزيع اصدارات برامج بمر عليها الحين يمكن اثنين ثلاثه، ولكن اشياء ثانيه زي فايرفوكس ليبر اوفيس ما ادري ايش مو بلازم لانك مو بهامك الموضوع ذا. اوكي عشان تصير الصوره. طيب اول حاجه صارت هو انه صارت تجي بالنواه 3.16. زين طبعا لو رحنا للطرفيه الحين يو نيم اي اوب. طيب لاحظ انه اللي طالع بذكر الشغلات هذه بس شوف هذه 3.16. طبعا هذه فيها بلاوي كثير جميله جدا. من ضمن الاشياء اللي موجوده جدا انه في بعض اللابتوبات الحديثه مثل ديل لاتيتيود اوكي صار يجي بخاصيه انه استكشاف الوقوع، فالجهاز كذا مثلا شايله انت وطاح منك في سنسور معين داخل هذا السنسور اللي هو حساس، اذا طاح الجهاز يستكشف انه طايح، فلما يكون طايح الجهاز يتوقف عن الهارد ديسك، يسوي له سسبند بحيث انه ما يخرب الهارد ديسك. هذه الخاصيه صارت مدعومه الحين بالنواه هذه، فانت لو شخص عندك احد اللابتوبات هذه ممكن الحين تركب الاوبن زوزا وترميه بالارض، واذا خرب ترى ما له علاقه بك يعني ارمه بهداوه شوي شوي. اوكي اوكي هذا اول خاصيه موجوده. طبعا في خصائص ثانيه زي خاصه او خصائص النظام الملفات، صار البي تي ار اف اس ممكن تنزل على نظام الرود. اذا ما تعرف شو البي تي ار اف اس بكل بساطه ابحث عنه. اوكي بي تي ار اف اس زين هذا نظام ملفات. طيب هذا اول خاصيه واهم الخاصيات اللي هم ذكروها عندهم بالنواه. طبعا النواه فيها تحسينات كثير، ولكن نتكلم عنها الاشياء اللي ذكروها هم بموقع الاوبن زوزا. زين في عندنا حاجه ثانيه جدا مهمه اللي هي الحمايه على الشبكه. زين خلنا نشرب قليل من الشاي. الشبكه صار تعرفون طبعا برنامج اب ارمور، خلينا نقول اب ارمور. زين هذا البرنامج خاص بالحمايه. زين فهو صار مفعل بشكل تلقائي، تركب التوزيعه هو يشتغل مع نفسه يعني تلقائيا، مو بلازم تروح عند تفعله، لا صار هو تلقائيا يشتغل. اي برنامج مفعل انه يستخدم البرنامج هذا يعني في خاصيه اسمها انفورس، اذا كانت موجوده الانفورس البرنامج هذا مشغله فهو تلقائيا متصل معه، فانت موضوع الحمايه مع الاب ارمور صار شغال. طيب هذا بالنسبه للاب ارمور. بالنسبه لي التوزيع كشكل اوكي فاتغير فيها اشياء يعني اشياء الالوان. طبعا بصراحه اقول لكم يعني تصميم حلو هذا يعني بصراحه يعني الالوان مبهره. وش جاب هنا انا اوكي فزي ما انتم ملاحظين في الوان جميله جدا. طبعا من نظره سريعه اذا انت تعرف انه في خصائص بعض الخصائص الجديده هنا بالكي دي اي، ولكن ما بتكلم عن الكي دي اي هنا. طيب الجاست يقولون انهم تم نقل يعني تحسينه بشكل كبير من كلغه برمجه اوكي، فصار يعني افضل اداء من قبل. زين فاللي يستخدم الياست اللي تعود على الياست، طبعا الياست افضل 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 مركز تحكم موجود جميع التوزيعات، لا حد يتكلم خلاص افضل شيء هو. طيب هذا بالنسبه لي الشكل. طبعا في حاجه جميله جدا في ناس كثير صار تتكلم عنها ومدري ايش، شخصيا ما راح اتكلم عنها الان بالفيديو هذا، ولكن راح اوريكم انه موجوده الخاصيه هذه اللي هي لو كتبنا باكج. طبعا قاعد اتكلمكم عن كي دي اي 5 اوكي. اللي ما يعرف كي دي اي 5 اوكي عباره عن كي دي اي زين بس بالاصدار الحديث. طبعا فيها تحسينات كثيره من ناحيه الشكل والاداء. طيب انت ممكن تروح هنا وتكتب بلازما 5 ديسكتوب، ابحث نزل هذه الحزمه، ولكن ترى اذا نزلت هذه الحزمه زي ما تلاحظ فيه بعض التعارضات بتصير، فاذا كنت تستخدم كي دي اي 4 في بعض الاشياء الخاصه بالكي دي اي 4 راح تروح وراح يجي مكانه كي دي اي 5. اذا بتركب كي دي اي 4 على كي دي اي 5 بتروح اشياء من كي دي اي 5 وتجي، ولكن الجدير بالذكر انه الاعدادات الخاصه بالكي دي اي 4 والكي دي اي 5 مستقله عن بعض فما راح يمسح شيء، فانت لو حاب تجرب ممكن تجرب وترجع التوزيع زي ما كانت قبل. طيب هذا بالنسبه لي الشكل. طبعا فيها بالنسبه للجنوم اللي مهتمين بالجنوم في اعتقد 3.14 الاصدار الجنوم الحاليه. طبعا ايش جابه هنا ما ادري اوكي، ولكن لو نزلت تحت شوي بتلاحظون انه في جنوم 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 كل جنوم هذول. عموما انت بتهز جنوم فهذه هي الاصدار اللي موجوده 3.14. طيب هذا من ناحيه اللي هي جنوم. طيب اجرب ولا ما اجرب، انزله ولا ما انزله؟ بصراحه اقول لكم انا سابقا اعطيت اوبن زوزا مراجعه، التوزيع خرافه يعني ما يحتاج اني اقول لك انه جميله وجيده و الى اخره، ولكن اذا حاب انك تستخدم
فانا وانك الى الان ما انتقلت ومتردد تقول هل انا اثبت هذه او ابقى على القديمه، لا انتقل الان لانك بتلاحظ انه في استقرار كبير صار بالتوزيع. هل اثبت كي دي اي 5 ولا ما اثبت كي دي اي 5؟ كي دي 5 طبعا ما زالت يعني جديده، فبتلاحظ فيها بعض الاشكالات، بس اعطيك الصوره اوكي، ما بتكون مستقره مثل كي دي 4. طيب قبل ما ينتهي الفيديو كالعاده، كيف انزل اللغه العربيه؟ اوكي، اول حاجه بتروح لما اللي هو الباكج زين اللي هو سوفت وير مانجمنت، راح نروح لم طبعا اذا كنت تستخدم كي دي 4 اوكي alright، اكتب هنا كي دي 4 ال ان ال 10 ان بعدين اي ار، ابحث هذه الحزمه حقت اللغه العربيه، تنزل الحزمه من هنا بعد شوي انت كنتينيو. طبعا راح ينزل لك الحين حزمه التعريب اوكي، على بال ما نخلص حزمه التعريب نروح لل كونفيجر ديسكتوب، بعدين نروح على الانبوت ديفايسز، وين راحت الانبوت ديفايسز هذه، بعدين راح نروح لللاي اوت، طالما صح هنا اد نختار العربي، طبعا هذا الكلام على الكيبورد الحين ادفانسد، راح نروح على كونفيجر من هنا المفاتيح اللي تبدل مفاتيح التبديل للغات سويتش اوكي، هذه راح تختار من احد الاختصارات اللي تستخدمها تفضله كيفك، ممكن تستخدم رايت كليك او عفوا رايت كنترول، ممكن تستخدم رايت الت اللي تبي، اختر المفتاح اللي تبيه ثم اختر على بعد ابلاي زين. هذا بالنسبه للوحده المفاتيح، بالنسبه للغه زين راح للوكيل، بس ما ادري هو خلص دوله مقرا باقي طبعا واجد، ولكن لو رحت للوكيل هنا رحت اللانجوجز يفترض انك تلقى اللغه العربيه موجوده هنا، انقلها عن طريق السهم هذا طبعا بعد ما انه يخلص تحميل الحزمه، بعدين اضغط على ابلاي سجل خروج وادخل مره ثانيه تحصل انه النظام صار عربي. جميله جدا، انصحكم بالتجربه، اللي حاب بس يجرب حق الفرفشه ممكن يجربه، ايضا ممكن تدخل تجربه من باب انك تحصل على توزيع مستقر في الكي دي اي 5، فبصراحه جميله جدا انك تاخذ فره على النظام. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم ومع السلامه.